مساء النور، معكم هاجر بن عريجة. ساكنة في فاس، في حي سعادة. كنشكر صاحب الفندق أوتيل زالاغ على مسيو عزيز البار. الحلم ديالي مني كنت صغيرة، والحمد لله شاركت في الكاستينغ وخديت ميس بيوتي في ماروكو. الحمد لله، الله ما خيبنيش وشاركت. الاحساس ديالي باش خديتو كانت فرحه كبيره بزاف، وتبارك الله ما توقعتش ناخذو لينا. تبارك لي كونديدا كانوا ما شاء الله جميلين بزاف وفي مستوى، والحمد لله توفقت. كانوا الشكر ديالي لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وجمعيه الشباب لاحياء الذاكره والتراث، والرئيس ديالها حياء الولي الإدريسي. وكنشكر ماما، طبعا هي شجعتني بزاف، وكنهدي لها الشكر كتير بزاف بزاف. والبابا ومسيو عزيز صابح اللي معايا دابا وكيتواجد معايا وكيدير لي الانترفيو، كنشكرك بزاف بزاف. ومنية ديالي نكون احسن عارضة ازياء ان شاء الله، وانا من المعجبين ديال موديل جيجي حديد وكيندر جونيور. اي واحد سولتي يقول لك هاجر زوينه، ظريفه، حنينه على العائله، على كل شيء، ما كانهش في قلبي، متسامحه مع غيري، ما كان كل شيء الحمد لله. كنت عامل العديان ديالي اوبن مايند، والله الا ما كنديرش فيهم، كنصالح معاهم، واخا يكونوا باغيين شي حاجه مني كان عادي، كنسمح العالم انا اللي دار لي واللي ما دار ليش. الحب زوين، حب كل شيء، كاين حب الوالدين، حب الزوج، حب الحياه. حوايج اللي كنتعصب وباش كنبرد بها كنغني، كنرتاح بزاف باش كنغني. سهران الليل صورتك يا ملاك ساكنة في بالي وما خرجتش منه. سهران الليل صورتك يا ملاك ساكنة في بالي وما خرجتش منه. كيف كانت الأجواء الكاستين؟ كانت زوينة بزاف وجميلة لواحد درجة ما تصورش، لأن أول مرة كنشارك شي كاستين ديال لي ميس، وكان شويه ديال ستريس، مي الحمد لله كلشي كان داز مزيان. الاختيارات اللي اعتمدوا عليها الثقافه والتراث. نصيحه للبنات، يشاركوا وما يدفنوش الطموح ديالهم، اللي عندها شي هدف ديرو. وتا انا براسي ما كان عندي طموح وطمحت وما خليتوش في الدار، جبته معايا الزنقه وشاركت به. وش الحمد لله ما كنتش عواله صراحه ناخذ ميس بيوتي في ماروكو. المهم الطموح ديالي وصلتني لتما، الحمد لله خديته. بهذه المناسبه كندير تحيه للامهات كلهم، وكنشكر جميع الامهات اللي كيسهروا على وليداتهم وكيوصلوهم مراتب عليا. كنشكر ماما، كنشكرها جميل الشكر. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد وفي لقاء جديد مع ملكة جمال المغرب أو ميس بيوتي أوف ماروك 2021. ألوغ حنا اليوم كنتواجدو في أوتيل منزه زالاغ وبالحضور ديالنا في الفندق ديالو. كنحاول أنني في هذا الفيديو هذا نعتذر من المشاركات اللي كانوا كيوجدوا بالنسبة للكاستينغ إن شاء الله اللي كان غادي يكون عندنا مدينة طنجة، اللي كان غادي يكون عندنا نهار 11 أبريل هذا الشهر. هذا كنضرب لهم لقاء جديد ان شاء الله مور سيدنا رمضان. وبهذه المناسبه كنشكر الصحافه اللي كانت حاضره معنا اليوم، اصوات، وفي شخص سي عزيز، وايضا كنشكر الجميله ديالنا هاجر التواجد ديالها معنا اليوم. وبهذه المناسبه كنقول رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربه، وعلى راسهم سيدنا الله ينصره ويدخلوا لنا بالصحه والسلامه ان شاء الله. وكنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله في كاستينغ ميس طنجي ان شاء الله مور رمضان. انتظرونا ولنا موعد جديد ان شاء الله ولقاء جديد، وشكرا لكم اجمعين. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.